كنتواجدوا في المحطة الأولى ديال التليفيريك اللي هي المحطة اللي كتربط ما بين مدينة أكادير وقصبة أكادير وفلا. حنا الآن حنا في اللمسات الأخيرة ديال مشروع دانيالاند، وصلنا للمراحل الأخيرة في المشروع اللي كتلاحظوا الآن أن في مرحلة التجارب. إن شاء الله يعني بقى لها واحد أسبوع على الأكثر أنه نكمل هذه المرحلة ويكون التليفيريك ديال أكادير واجد إن شاء الله، وبالتالي غنقوموا بالافتتاح ديالو ان شاء الله مورا العيد باذن الله ديال هذا الصيف ان شاء الله تعالى. ومرحبا بالناس ديال اكادير وبالساكنه ديال اكادير وبزوار مدينه اكادير. كما يعلم الجميع ان هذا المشروع غيشغل واحد العامله مهمه اللي ديجا عبرنا عليها اللي هي 1000 منصب شغل في المشروع ككل، ولكن في المرحله الاولى مراحل ديال المشروع 250 في المرحله الاولى مباشرة، وغيكون بالمثل غير مباشر ان شاء الله. القيمة المالية ديال المشروع ككل ديال دانيالاند هو اكثر من 400 مليون ديال الدرهم. كما نعرف ان هذا المشروع ديال التليفيريك يندرج في اطار المشروع ديال دانيالاند الكبير. الخط الاول الان راه هو جاهز، وان شاء الله الخط الثاني اللي غيربط ما بين القصبة ديال اكادير وفلا والمشروع ديال دانيالاند في المرحلة المقبلة ان شاء الله. وكنعرفوا بان دانيالاند فيها مجموعه من المشاريع اخرى مثل المغرب المصغر، مثل الكارتينغ، كلوب اكستر، الفضاء الرياضي، مجموعه من الالعاب في الهواء الطارق، وكاين كذلك مسرح الهواء الطارق، كاين مطعم على شكل باخره كبيره، ومجموعه من الالعاب اللي كتنضوي تحت شعار ديال المشروع ديال دانيالاند. وبالموازات كاين مشروع ثاني اللي هو سوس كامب اللي فيه مخيم صيفي في اكوا بارك، بناء اكوا بارك الاكبر على الصعيد الافريقي ان شاء الله، وفيه مخيمات صيفيه للاطفال، وكذلك في بالموازات ان شاء الله غيكون الشطر الاول فيه باذن الله في السنه المقبله باذن الله. فمرحبا بالناس ديال اكادير، وكنتمناو بان تكون هذه البادره خاطره للتنميه لمدينه اكادير والجهات اكادير سوس ماسه والاكادير ديالنا والمغرب ديالنا الحبيب ان شاء الله.